ده انا بعمل شير من عندي. هاي عامل السلام الشير. عليكم. السلام عليكم مثل متابعانا في الصفحة بتاعت الباحثين السودانيين. معليش على العطلة اللي حصل، كانت السيشن بدينا لايف ستريمينج بعد كده وقفنا، لكن هسه معانا البروف مرة تانية وحنواصل إن شاء الله في المحاضرة. المحاضرة بعنوان Why do we care about public health in the 21st century؟ هنتكلم عن public health as career. معانا بروف إبراهيم باني، هو بروفيسور في الجلوبال هيلث، هو حيعرف لنا عن نفسه أكتر وحيتكلم لنا عن الأوبجكتيفز حقت الليكشر، وحنكون في النهاية حنفتح الباب للأسئلة لو في أي زول عنده سؤال عن الببليك هيلث أو أي سؤال عن المحاضرة، البروف حيكون حاضر معنا. مرحب بكم، السلام عليكم، وبروف تفضل. شكرا. ممكن تعمل لي الشيرنج بلاي؟ أوكي تمام. اهو كمان من شيرين خلاص. دقيقة ارسل لدكتور انور. هو لسه تمام. طيب دكتور، ممكن تكلم لنا عن نفسك شوية لحد ما نفتح نعرف الناس في عليك. البداية الشكر لدكتور أنور ضفع الله مدير منظمة الباحثين السودانيين، والشكر لأعضاء المنظمة والمشاركين في هذه المحاضرة. ونبدأ بالأول تعريف أنه بديت حياتي العملية كطبيب عام في مستشفى نيالا في دارفور، وبعدها التحقت بجامعة الجزيرة كمساعد تدريس، ثم دراسات عليا في بريطانيا الصحة العامة والتغذية جامعة لندن، وبعد ذلك رجعت جامعة الجزيرة ثم إلى أمريكا دراسات عليا في الصحة العامة بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، وبعدها عملت في دول الخليج ومنظمة الأمم المتحدة في العراق والصحة العالمية في الأردن، بالإضافة إلى تدريس في جامعة الأمريكية بيروت وبعض الجامعات السعودية. اليوم حأتكلم عن الصحة العامة، المفاهيم بتاعت الصحة العامة شنو، وفي ثلاثة محاور. في محور أولي حأتكلم عن المفاهيم العامة، ما هي الصحة العامة، ما هي وظائف الصحة العامة وطرق الصحة العامة. بعدها حنتكلم عن المسار المهني والتدريب في الصحة العامة، وبرضه حنتكلم عن التحديات الصحة العامة في السودان، ونختمها بالمبادرة في الصحة العامة اللي هي شراكة بين جامعة يلا الأمريكية وبعض الجامعات السودانية، أتكلم عنها بالتفصيل في نهاية المحاضرة. دقيقة أشوف شوف الشيرين. السلايد بتاعتي ما ظهرت. تمام. ظهر الشير مش كده؟ ايوه ظهرت. اوكي. فأنا حاليا استاذ واستشاري في طب المجتمع
الجامعة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أني أستاذ مشارك في جامعة إيموري الأمريكية كلية الصحة العامة. دي الأجندة، المواضيع اللي هنتكلم عنها زي ما قلت لكم في أنه في ثلاثة محاور تشمل تعريف عام. بروف معلش ممكن تعمل فول سكرين للشير حقك للسلايدز. أوكي. أوكي. سلايد مود من الجهاز أي. أوكي كده إتس فاين. فدي الأجندة وخطيتها أنا في ثلاثة محاور، اللي هي المفاهيم العامة والمسار والتدريب، مسار المهني والتدريب في مجال الصحة العامة والتحديات والمشاكل الصحية في السودان، وأخيرا مبادرة الشراكة من جامعة ييل وجامعة السودانية. لما نيجي انا اسالكم، يعني مثلا واحد لما سمع بكلمه الصحه العامه افتكر هي شنو؟ يعني في نظرات مختلفه للصحه العامه، في نظره قديمه وتقليديه انه الصحه العامه افتكروها بس هي بس فقط خدمات للفقراء او صرف صحي ومويه او تفتيش المطاعم أو عيادات خاصة بالدين. لكن برضو في مفاهيم أو نظرات حديثة للصحة العامة حالياً أنه هي الاستجابة للجائحات أو الوبائيات، زي ما حصل عندنا أنه الاستجابة الحصلة في العالم لجائحة الكوفيد-19، وقبلها كان حصل الإيفيان فلو إنفلونزا الطيور، وبرضو موضوع السمنة وضع وسط الأطفال، دي برضو مشكلة برضو الصحة العامة، والاستعدادات للكوارث زي ما حصل عندنا اليومين دي، كوارث في السودان نتيجة للأمطار والسيول الحاصل في السودان. لو بدينا بس علشان نعرف الصحة العامة في إطار الكوفيد الحاصل عندنا، يعني في قياسات بتربط الصحة العامة بالكوفيد، في حاجات شخصية اللي هي استعمال غسيل اليدين المتكرر خلال اليوم والتباعد الاجتماعي، استعمال الكمامات respiratory ايج اللي هو ده استعمال الكم في حالة السعال أو العطاس، والنظافة، دي كلها أبعاد مهمة في الصحة العامة للوقاية ومكافحة الكوفيد. برضو بيشمل التباعد الاجتماعي اللي هي فيها إلغاء التجمعات، مثلاً المباريات، الكورة، الحفلات وغيرها، والابتعاد من الأوفر كراودنس اللي هو الزحام، الأسواق وغيرها من حالات الزحمة. في قياس ثاني اللي هو تحديد الحركة، سواء كان حركة داخلية خلال المدن، مثلا قفل الكباري، فصل زي ما حصل في الروك الفترة السابقة في الخرطوم، وعلى مستوى البلاد أنه بعض الولايات قفلت، يعني اليومين دي عندنا ولاية الشمالية فيها زيادة في الحالات، قرروا قفل الولاية لمدة 10 أيام. برضو الترافل جايدنس، الإرشاد في حالات السفر، أنه كثير من الدول الآن بدأت تفتح مطاراتها ببعض الإرشادات والسياسات الصحية لاستقبال وللسفر الناس في خلال هذه الفترة. في برضو قياسات خاصة في الإطار بتاع الصحة العامة تشمل الحماية لبعض المجموعات الخاصة زي كبار السن، زي الناس المصابين بأمراض مزمنة زي السكر، الضغط، كذلك المجموعات الاجتماعية ذات الاحتياجات اللي هي زي اللاجئين، النازحين، الهومليس، الناس اللي ما عندهم
أماكن مثلا في بعض الدول الأوروبية. برضو الناس اللي عايشين في محلات مغلقة زي الأماكن الخاصة لكبار السن زي السجون. برضو في جروبس أو مجموعات خاصة معرضة اللي هو الناس الشغالين برضو في المجال الصحي، فديل برضو لازم يلبسوا لبس وقاية أو حماية، خاصة لما ياخدوا عينات من مريض أو يشوفوا مريض زي ما حاصل الآن في المستشفيات. في تعاريف مختلفة للصحة العامة أتعرض لها كلها، وتشمل أول حاجة أنها هي عبارة عن activities society، يعني دي بعض النشاطات اللي بيقوم بها المجتمع لتأكد أنه المجتمع فيه ناس أصحاء، ودي دائما من خلال برامج للوقاية وللتصدي لأي مخاطر يعني. برضو في تعريف ثاني development social machinery اللي هو آلية مجتمعية في المجتمع، يعني تعتقد أنه شخص أي شخص في المجتمع أنه عايش حياة في وضع خلوه في وضع صحي كويس. تعريف ثالث برضو أنه هو الصحة العامة control of community infections education principles اللي هو السيطرة على الأمراض المعدية وتثقيف المجتمع في أساسيات الوقاية الصحية وتنظيم الخدمات الصحية للتشخيص المبكر والوقاية، لأنه التشخيص المبكر والعلاج مهم جدا زي ما حصل عندنا هسه في عملية الكوفيد أو الكورونا. عشان كده عمل الاختبارات وعزل الناس المصابين مهم جدا في هذه الفترة. هذا تعريف خاص بالـ CDC اللي هو مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا، من أكبر المراكز في العالم. تعريفه للصحة العامة أنه Promotion of Health and Quality of Life اللي هو تعزيز الصحة وجودة الحياة للوقاية من الأمراض والوقاية من الإصابات والوقاية من الإعاقة. في رابطة كليات الطب الأمريكية برضو عرفت الصحة العامة تعاريف مختلفة، منها أنه Science of Protecting and Improving Health of Communities، أنه هو علم لحماية وتحسين الصحة بتاعت المجتمعات من خلال التثقيف، من خلال تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي بالإضافة إلى البحث العلمي. برضو تعريف يشمل أنه العاملين أو القوى العاملة في مجال الصحة العامة بتعمل شنو تحليل للمعلومات في إطار سواء كان وراثية أو بيئية، ومنها يقدروا يحددوا برامج للتدخل على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع للوقاية من الأمراض سواء كان بيئية أو وراثية. تعريف برضو بيشمل أنه حماية لكل المجتمع لكل البوبليشن سواء كان بوبليشن على مستوى صغير على مستوى قرية على مستوى حي على مستوى محلية وعلى المستوى الكبير على مستوى القطر كامل. هذا مهم جدا، برامج للحماية في مستويات مختلفة. برضو تعريف بيشمل أنه القوى العاملة في مجال الصحة العامة بتعمل للوقاية من المشاكل الصحية أنها تحصل أو ترجع تاني بتطبيق برامج في مجال التثقيف الصحي، بعمل سياسات صحية ومهمة جدا خاصة في النظام الصحي علشان من انتشار هذه الأمراض.
في تعريف برضو أخير، أنه هو مجال مختص لتقليل اللي هو أو الجاب في المجتمعات المختلفة، أنه الناس تصلهم خدمات صحية متساوية، لأنه يحصل عندنا كثير في ناس في مناطق الأطراف أو في مناطق الهامش ما بتصلهم خدمات صحية ذات جودة عالية، أو ما عندهم ذات طريقة للوصول لهذه الخدمات. بالنسبة للصحة العامة، ليه الصحة العامة والاهتمام بالصحة العامة؟ First preventing epidemics، لأن هي بتمنع حدوث الوبائيات والانتشار أو تفشي الأمراض زي ما حصل عندنا هسه في موضوع الكورونا، برضو بتحمي من المخاطر البيئية، يعني تلوث المياه، تلوث الهواء، من الانفجارات وغيرها، برضو تمنع من الإصابات مثلا حوادث السيارات زي ما حصل عندنا الآن، وبيحصل تعزيز للسلوك الصحي مثلا الامتناع عن التدخين وغيره. برضو في بيكون فيها الصحة العامة، بيكون في شنو استجابة للكوارث، مساعدة المجتمعات عشان تطلع من الكوارث دي زي ما حصل عندنا هسه الآن في السودان، في كوارث نتيجة للسيول والأمراض الحاصلة في الأيام الماضية. في الصحة العامة برضه مهمة، لأنه شنو تتأكد أنه الجودة ووصول جودة الخدمات الصحية ووجودة لكل الناس المحتاجين لها. وبرضه الصحة العامة مهمة ليه؟ لأنه بتزيد في متوسط عمر الحياة، يعني البرامج نتيجة لهذه البرامج الصحية فيها تدخلات مثلا التطعيم وغيره، متوسط العمر زاد في كثير من الدول من 40 سنة ل 70، وصل ل 80 سنة في بعض الدول اللي إمكانياتها ممتازة. التعريف برضو مهم وأخير لواحد اسمه عالم بروفيسور تشارلز وينسلو، ده بروفيسور مينسلو، ده بروفيسور أسس قسم الصحة العامة في جامعة ييل الأمريكية سنة في 1915، واستمر في القسم ده في كلية الطب في جامعة ييل لمدة 15 سنة لحد سنة 45، وهو عمل تعريف في الفترة دي في العشرينات، والتعريف ده هسه حاليا بقى التعريف الستاندرد، بقى عليه يعني بعد 95 سنة حتى 2018 حتى التعريف بيجي الستاندرد، اللي هو أنه البوبليك هيلث هو علم للوقاية من الأمراض، علم بيطول العمر، علم بيدعم أو بيعزز الصحة الجسمانية، وبيعمل تنظيم لعمل المجتمع خاصة في الصحة البيئة، دي كلها للوقاية من الأمراض المختلفة. نجي لأهم الإنجازات الصحة العامة في خلال القرن الحالي والقرن الماضي. أول حاجة التطعيم، التحصين، الفاكسينيشن، من أهم برامج الفاكسينيشن في تاريخنا الحالي، اللي هو الاستئصال الجذري، تم استئصال الجمر الجذري، وآخر حالة كانت في الصومال سنة 1977 من خلال ذكر الزمن ذاك، تحصين أو تحصين الناس في كل العالم، وتم إعلان أن العالم خالي من الجدري، وظهرت بعد ذاك أمصال برامج كثيرة للتحصين. برضو في برامج للسلامة خاصة مثلا استعمال الحزام سيارات لتقليل الإصابات، والسيفر وير بليس اللي هو سلامة الأماكن العمل، والسيطرة على الأمراض المعدية. وجد أنه برضو في برضو من الإنجازات أنه في تقليل في الوفيات من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بالإضافة للحالات الصحية بالنسبة للأغذية، يعني بقت صحية أكثر خلال هذا القرن.
برضو صحة الأمهات والأطفال برضو في خلال هذا القرن برضو يعتبر من الإنجازات الصحة العامة، وإضافة الفلورين لمياه الشرب لتنقية مياه الشرب، وبرضو عملية التدخين كريسك أو واحدة من المخاطر التي تؤدي لأمراض سرطان الرئة، تحدث في هذا القرن. من أهم أو المهمات أو وظائف الصحة العامة الأساسية المونيتورينج اوف هيلث ستيتس، اللي هو ترصد الحالة الصحية للمجتمعات لحل مشاكلها. ثانيا التشخيص دايجنوز اند انفستيجيشن اوف هيلث بروبلمز، تشخيص المشاكل الصحيه والمخاطر الصحيه في المجتمع. انفورميشن اند امباورينج البيبل، اللي هو تمكين المجتمع وتمكين الناس في معرفه مشاكلهم الصحيه للوقايه منها وللتصدي لها. الموباليزيشن اوف كوميونيتي بارتنرشيب، الشراكه بين المجتمع والخدمات الصحيه، دي مهمة جدا لحل المشاكل الصحية المختلفة، يعني دي من أساسيات الصحة العامة. و development of policies، عمل قوانين أو سياسات صحية وخطط صحية لتدعم صحة المجتمع. برضو enforcing the laws، قوانين الصحة العامة، مثلا منع التدخين في الأماكن العامة وغيرها، دي برضو من أساسيات الصحة العامة. linking people to needed personal health service، أنه برضو ربط الناس أو المجتمع بالخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية لهم، خاصة للناس اللي ما عندهم خدمات صحية. assurance، التأكد أنه في قوة أو كوادر صحية competent أو مؤهلة، تأهيل كامل، ده برضو من دور الصحة العامة. و evaluation effectiveness، برضو تقييم البرامج الصحية بالذات على مستوى population جمع السكان عامة. الريسيرش، برضو البحث العلمي مهم جدا ومن أساسيات وظائف الصحة العامة، اللي هو البحث العلمي لحل أو لوجود حلول إبداعية للمشاكل الصحية المختلفة. نيجي نشوف طرق الصحة العامة كيف. في عدة طرق للصحة العامة. أول حاجة تديفاين اللي هو تحدد المشكلة الصحية هي شنو؟ هل في مشكلة صحية وهي شنو المشكلة؟ مثلا على الوجود انتشار اسهالات حميات الحصلة، ما هي المشكله الصحيه؟ وبعدها نحدد الصحه العامه اللي هو الريسك فاكتورز، ما هي المخاطر الصحيه المربوطه بالمشكله الصحيه شنو؟ ومنها عمل انترفينشنز او تدخل على مستوى المجتمع للتصدي لهذه المشكله الصحيه، للسيطره لأي مشكلة صحية سواء كان وباء أو مرض معدي. فدي الخطوات، نبدأ بالمشكلة هي شنو problem، نرصد المشكلة ونشوف المشكلة هي شنو، بعدها نشوف المخاطر شنو اللي هي تسببت المشكلة، ونجي نشوف التدخلات اللي حتشتغل شنو. يعني إذا عندنا مشكلة صحية نشوف هل التوعية الصحية فقط ولا معاها تدخل ثاني، أن يكون في مياه نقية أو يكون في صرف صحي جيد وهكذا. وبعد ذلك هي تطبيق التدخل على حسب المشكلة الصحية اللي عندنا. هنا ده برضو بورينا الستيبس أو الخطوات دي، بلخصها لنا في شنو. الخطوة الأولى What's the problem، ما هي المشكلة الصحية، لازم نعرفها هي شنو ونوصفها وصف دقيق أن المشكلة بتاعتنا صحية. نيجي للخطوة الثانية اللي نمشي لها شنو، اللي هي نحدد المخاطر الصحية،
ما هي هذه العوامل الصحيحة وما هي الأسباب التي سببت هذه المشكلة الصحية؟ منها نقدر نعمل تدخلات نقيمة، تدخلات تساعدنا على السيطرة أو على حل هذه المشكلة الصحية. وفي المرحلة الأخيرة نقوم ننفذ التدخل الناجح لعلاج هذه المشكلة الصحية. وده نفس ال دي خاصش مش الصحة العامة، خاصش في الاستراتيجية الجلوبال، استراتيجية دولية وعامة بيخش تحتها اللي هو Universal Health USH اللي هو Universal Health Coverage، ما يسمى بالتغطية الصحية الشاملة، ودي آخر استراتيجية الآن شغالة فيها الصحة العالمية وكثير من الدول شغالة فيها. هنا بيجي الدور المهم للصحة العامة في شنو؟ في أول حاجة تغوية البيانات الصحية، يعني من خلال هذه البيانات الصحية نقدر نعرف ما هي المشاكل الصحية بتاعتنا ونقدر نوصفها من خلال هذه البيانات. كيف تديم هذه البيانات؟ أنه بمعرفتنا للمخاطر، لأنه دي شنو بتحدد لنا الاحتياجات المستقبلية للسكان أو للمجتمع والاحتياجات في النظام الصحي بتاعنا. دي منها بتجي فيها عملية الجودة، الجودة بتاعت التدخل، الجودة بتاعت الخدمات أو الجودة بتاعت النظام الصحي، والإمباكت، الإمباكت الأثر من التدخل بعد ما جربناه وعرفناه التدخل ناجح. وده من خلال البيلدينج كاباسيتي اللي هو بناء المقدرات، مهم جدا بناء المقدرات بالذات للقوى العاملة في مجال الصحة والصحة العامة. الأبروتش بتاع الصحة العامة بيعتمد للوقاية أو السيطرة لأي مشكلة صحية بيحتاج لأشياء معينة. أولا لازم تكون في بلان، تكون في خطة، لازم تكون في خطة مكتوبة عندنا للمشكلة الصحية. وكامبيون، الكامبيون اللي هو القائد، الليدر، يعني على رأس أي نظام صحي في على مستوى الدولة أو على مستوى القرية أو على مستوى الحي لازم يكون في ليدرشيب، والليدرشيب تكون ناجحة للتصدي لأي مشكلة صحية. والليدرشيب لازم يكون عندها استراتيجيات، أهداف، منها تستعمل طرق للتصدي لأي مشاكل صحية، بالإضافة لوجود الويل أو الإرادة في للقيادة وللمجتمع. لازم يكون عنده إرادة للالتزام، مثلا الالتزام بغسل اليدين المتكرر، الالتزام باستعمال الكمامات، الالتزام بالبعد من الزحام خاصة في حالتنا الحالية في مجال الكوفيد، التصدي للكورونا. وأي أبروتش لأي برنامج صحي لازم فند، لازم ميزانيات، وتكون في ميزانيات خاصة. يعني هسه الكوفيد لابد أن تكون له ميزانية خاصة، وجاتنا معونات من دول كثيرة وحتى غير الدول، حتى السودانيين في خارج الوطن، السودانيين في الشتات، في الشتات الديسفرا، السودانيين داخل الوطن، يعني كثير جمع تبرعات عينية ومادية وغيرها شنو للتصدي للوباء أو للتصدي للكورونا. أو أي برنامج صحي برضو بيحتاج لميزانية، والميزانية مهمة جدا لتطبيق أي برنامج صحي. نجي هنا للمقارنة بين الموضوع الصحة العامة والطب. الصحة العامة هنا تفتكرها مختلفة من الطب، لكن هي متكاملة، يعني في تكامل تام بين الصحة العامة وبين الطب. يعني احنا كناس شغالين في المجال ده او كناس عاوزين نتخصص في المجالات دي، لو قارنا بين الاثنين نشوف انه في الصحة العامة دائما التركيز بيكون على الpopulation، على السكان، على المجتمع.
بينما أنه الطب يركز على الأفراد، على المريض تركيزه. لكن برضو في تكامل. التكامل بيجي من وين؟ أنه لما نكون في خدمة صحة عامة أو اهتمام الصحة العامة، اللي برضو في النهاية المستفيد هو الانديفيدوال، هو الفرد داخل المجتمع أو داخل في نفس الوقت في الطب في مسؤولية مجتمعية، في اهتمام بالمريض، وإذا اهتمينا بالمريض كأنه برضو اهتمينا بالمجتمع، وبرضو عندنا مسؤولية مجتمعية في مجال الطب، يعني بس مع علاج المريض. برضو على التركيز في الصحة العامة دائما شنو؟ على البريفنشن، على الوقاية، على تعزيز الصحة في المجتمع، the whole community. لكن في الطب دائما شنو؟ التركيز على الدياجنوزيس، على تشخيص المرض، على العلاج المرض، على رعاية المريض الشخص. نجي برضو للنموذج. النماذج شنو؟ نموذج الصحة العامة هو نموذج له سبيكترم، له محددات من التدخلات، والتدخلات دي بتكون على مستوى البيئة، على مستوى سلوك الشخص، على مستوى نمط الحياة المستمر فيه الشخص، على مستوى الرعاية الصحية. النموذج في الطب شنو؟ أنه بيعتمد على الاهتمام بالرعاية الصحية، ده في الطب. نجي لحاجة تانية اللي هو بالنسبة للصحة العامة، في مسارات والصورة بتاعتها مختلفة عن الصورة بتاعت الصحة العامة. ده الناس very diffuse، ما واضحة، blurred كده ما شاف. لكن الطب معروف عند الشخص، يعني عند الناس المظهر بتاع الطب أو الصورة واضحة مقارنة بالصحة العامة. وفي النهاية برضو بنقول أنه في تكامل بين الطب والصحة العامة. برضو في الصحة العامة في نظام بتاع certification، في نظام بتاع تخصص، شهادات مختلفة very variable. هنا السيستم برضو في مجال الطب برضو في بورد طبي خاص بتخصصات مختلفة لمنح شهادات. وفي مجال الصحة العامة برضو بيكون في أجسام أو مثلاً للشهادات أو للترخيص في مجال الصحة العامة. نجي بالنسبة للتخصص الصحة العامة، أمثلة له من خلال شنو؟ بيتم من خلال الأناليتيك ميثود، من خلال التحاليل. عندنا في الإبيديميولوجي في الوبائيات بيكون في تحليل للبيانات لمعرفة أسباب المرض وانتشار المرض. بتكون في ناس متخصصين في مجال ده، في مجال الوبائيات، في مجال السموم. برضو التخصص بيعتمد على السيتنج، أنه المشاكل الموجودة وين؟ مهنية، اللي هو ناس متخصصين في الصحة المهنية، وناس متخصصين في الجلوبال هيلث أو الانترناشنال هيلث. في فرق بين الانترناشنال هيلث والجلوبال هيلث. يعني قبل 20 سنة كانت كلمة انترناشنال منتشرة، يعني حتى الديبارتمنتس وسمى انترناشنال هيلث. حاليا لو اسامي الشهادات بقت جلوبال اكثر، لانه زمان افتكروا انترناشنال هيلث ده الاهتمام بالصحه في الدول الفقيره. لكن الان الجلوبال هيلث بقت المشكله جلوبال في كل الدول، زي ما حصل انه الاهتمام ناو نتيجه للكورونا بقت جلوبال كل الدول، سواء كانت دول غنيه او فقيره. في النهايه بقى ما في فرق، كلهم تأثروا. في إيطاليا الوفيات كان عالي أكثر من إفريقيا، وهكذا. برضو التخصص بيعتمد على المشكلة الصحية، سواء كان بيئية أو تغذوية، على المهارات. لو جينا في الطب برضو التخصص lines of civilization نظموها بطريقة تشمل على حسب أعضاء الجسم. ناس متخصصين في الكارديولوجيا أمراض القلب أو النيورولوجيا الأعصاب، على البيشنت جروب مجموعات المرضى اللي هو سواء كان أطفال أو نساء، ناس متخصصين في النساء وأمراض النساء. الإيتيولوجي على حسب
أسباب الأمراض الباثولوجي اللي هو زي الأمراض المؤدية والأورام. التكنيكال سكيلز، في تخصصات في الطب مبنية على المهارات الفنية زي ناس الريدولوجي، ناس المتخصصين في الأشعة والجراحة. نجي نشوف لمسارات الصحة العامة مقسمة لمسارات أو تخصصات سب سبيشاليتيز، تشمل صحة البيئة environmental health، وده مهمة جدا في معالجة تلوث البيئة، كنترول للأصوات مثل مناطق الصناعة وغيرها، الإبيديميولوجيا اللي هو خاص بانتشار الأمراض والسيطرة على الأمراض، الهيلث سيرفيس ادمنستريشن مانجمنت الإدارة الصحية، دي برضه تخصص، ودي في بالذات لهم علاقة بوضع الميزانيات الصحة، الاقتصاد الصحي، الانترناشونال جلوبال هيلث تكلمنا عنه، ده برضه تخصص، ماتيرنال تشايلد هيلث اللي هو الطفولة والأمومة، ده مسار أو تخصص، التغذية، بابليك هيلث نيوتريشن برضه من التخصصات والمسارات في مجال الصحة العامة، البابليك هيلث لابوراتوري براكتس، في ناس بتخصص في اللابس، واللابس دوره كبير جدا زي ما لاحظنا حصل في حالات الكوفيد لما بدأ انتشار الكورونا، بقى مهم جدا التست اختبار، بدأ بس في كان عندنا في معمل ستاك فقط في الخرطوم، بعد شوي بقى في الجزيرة، بعد شوي بقى في دارفور في نيالا، بالرغم أنه كان في أجهزة موجودة لكن ما استعملت، لكن بعد ما ظهر الوباء هنا جاء دور الصحة العامة. الهيلث بوليسي، السياسات الصحية، ده برضو تخصص مهم، وده اللي وضع القوانين الصحية، وبرضو عملية المال براكتس ساتلمنتس زي ما بحصل النتيجة للأخطاء الطبية، في ناس متخصصين في المجالات دي للتصدي ليها. برضو البابليك هيلث براكتس اللي هو الممارسة، برضو البابليك هيلث ممارس، انه في ناس جايين من مجالات مختلفة سواء كان أطباء أو تمريض أو ناس في الطب بطري، أطباء بياطرة، دينتس، أسنان برضو بيتخصص في الصحة العامة، ناس برضو في الصيادلة برضو بيتخصصوا بياخدوا كثير منهم، عرفت كثير منهم عندهم درجات في الصحة العامة، ودي ممكن يمارسوا برضو الصحة العامة، فدي كلها مسارات أو تخصصات الصحة العامة. هنيجي نتكلم عن أهمية التريننج والمسار الوظيفي في الصحة العامة، مهمة خاصة في الأطباء، في ناس تفتكر أنه ما عندهم علاقة أو ما مهمة بالنسبة لهم، لكن لأنه الأطباء جزء من الهيلث سيستم، جزء من النظام الصحي، والنظام الصحي الصحة العامة جزء أساسي فيه ومتكامل مع الصحة مع النظام الصحي، يعني في تكامل كامل. نجي لشوف العلاقة بين التخصصات الطبية المختلفة، هل لها علاقة بالصحة العامة؟ يعني مثلا عندنا ناس الجراحة علاقاتهم مهمة جدا في الصحة العامة، لهم دور كبير في البريفنشن، في الوقاية من الإصابات، وفي الوقاية من برضو السبستنس أبيوز، الإدمان، ولهم دور مهم جدا في توعية المجتمع، برضو الناس المتخصصين في الأعصاب، طب الأعصاب، ولا طب الأعصاب في الأطفال، الراديولوجي، الراديولوجي عندنا مهم جدا برضو في الصحة العامة، اللي هو عملية الماموغرافي، الميموغرام اللي هو الكشف بالنسبة للثدي، ومفروض في الكشف العام سنويا، مفروض أو كل كم سنة لما المرأة تصل لسن معينة لازم يكون تعمل كشف لسرطان الثدي. ليه؟ للوقاية من سرطان الثدي، لأنه سرطان الثدي لو اكتشف في مرحلة مبكرة ممكن يتعالج. البون دنسيتي سكرينينج اللي هو برضو الكشف بخصوص هشاشة العظام برضو مهم، وكثير من الدراسات الإيميجينج الصور مهمة جدا لاكتشاف، عشان كده الكشف الصحي السنوي
مهم جدا. احنا في السودان ما بنهتم بالمساله دي، يعني في امريكا في كثير من الدول لازم تمشي لطبيبك سنويا تعمل كشف صحي عام، تشوف ضغط الدم بتاعك، تشوف الكوليسترول بتاعك، لو في اي مرض ورم ممكن يكتشف، تكتشف مبكرا. فمهم جدا عمليه، الناس ما تنتظر لحد من الواحد يمرض حتى نمشي للدكتور. وعندنا مراكز رعايه صحيه وناو الان، عندنا برضو اطباء الاسره مهمين جدا في الكشوفات دي. برضو ناس الباثولوجي علم الامراض دول مهمين جدا برضو في الصحه العامه، لان بيوفروا معلومات في وبائيات الامراض. الانستيزيا اللي هو ناس التخدير بين مانجمنت لهم دور مهم في مكافحه الالم او السيطره على الالم. الانكولوجيست متخصصين في الاورام دورهم مهم جدا في الكوميونتي اوتريتش، في برامج كثيره مجتمعيه، يعني زي ما شفنا في السودان في برامج انه احيانا في الكشف المتنقل، في سيارات متنقله فيها الميموجرام للكشف على سرطان الثدي مهم جدا. الاورثوبيدكس اللي هو ناس العظام برضه، صحيح العظام لهم دور مهم في البريفنشن اوف انجري للاصابات. السايكاتريس دور مهم في الامراض اللي هو بالذات الابيوس اللي هو للادمان، ادمان سواء كان ادمان الكحول، ادمان العقارات، الادويه المختلفه، التدخين. الديزاستر ريليت في ما يسمى بالبوست تروماتيك بي تي اس، تحصل بعض الحوادث الكوارث تحصل، في ناس بيعرضوا لستريس او ضغوط نفسيه، دي برضه لازم يكون في برامج خاصه في الصحه العامه. وده الدور المهم جدا، دور السايكاتريس والسايكولوجيست دور مهم برضه. برضه الاو بي جي جي واي ان اللي هو ده المتخصصين في امراض التوليد والنساء برضه لهم دور مهم في الصحه العامه. ديرماتولوجيست صاين الامراض الجلديه مهم جدا في الوقايه من سرطان الجلد. برضو عندنا الانترنال ميديسن ده اللي هو الطب الباطني وفرعياته او السب سبيشاليتيز، يعني في تخصصات عديده في الطب الباطني تشمل الناس البلمونولوجيست مهمين جدا في عمليه مكافحه التدخين، والإندوكرينولوجيست برضه مكافحة السكر ونمط الحياة لهم دور، والكارديولوجيست برضه دول لهم دور مهم في الصحة العامة. برضه في تكامل الصحة العامة مع الرعاية الصحية ومع الميديكال إدوكيشن اللي هو التعليم الطبي، فدي كلهم مربوطات ببعض من خلال الإبيديميولوجي، من خلال اللي هو ده الكور اللي هو اساس الصحه العامه اللي هو الابيديمولوجي، اللي هو معرفه فيه او تحليل الامراض، تحليل الدراسات الطبيه الميديكال ليترشر، يعني من خلال الطبيب لما يكون دارس او ماخذ كورسات او تدريب في مجال الصحه العامه في الابيديمولوجي برضه بيساعده كثير في البحث العلمي، حتى تساعده في التطبيق على المستوى الفردي. عندنا الايفيدنس بيس ميديسين اللي هو الطب المبني على البراهين، اللي هو ده شنو؟ انه من خبرات الطبيب خلال ممارسته بيجد انه علاج معين مفيد او نافع، ومن خلاله ممكن برضه يطبق العلاج حسب الخبره بتاعته. برضه الصحه العامه فيها برضه من خلال البيئة، من خلال التغذية، من خلال السلوك، فدي كلها مهمة جدا بنعرف منها المشاكل الصحية المختلفة، ونعرف أصول المشاكل شنو. وبرضو بحث ما يسمى بالانتجريشن اللي هو في التكامل. هسه عندنا ما يسمى بال الطب اللي هو الطب البديل او الطب التكامل، كومبلمنتري، الكومبلمنتري ميديسن، كومبلمنتري ميديسن، رايت، يو ار رايت.
الحاصل شنو في كمرن ظهر ما يسمى بالانتجريتيف ميديسين. الانتجريتيف ميديسين فيه تكامل بين الكومبلمنتري ميديسين والكونفنشنال ميديسين. الكونفنشنال ميديسين ده الطب اللي عندنا الرعايه الصحيه الحصله. يعني انا شفت مجمعات في بعض الدول، مثلا اكثر دوله انا شفت فيها اللي هي الامارات العربيه المتحده، فيها بعض المجمعات ما يسمى بالانتجريتيف ميديسين. في مجمع تلقى فيه طب بديل او طب تكاملي وطب تراديشن او طب كونفنشن. نجي للنيد اسسمنت. بالنسبه لك او لاي شخص عاوز ياخذ خبره في مجال الصحه العامه، اتعملت دراسه اللي في رابطه كليات الطب الامريكيه، عملت دراسه وسط طلاب الطب عشان تعرف خبراتهم كيف، او الفرص في مجال الصحه العامه وصلوها كيف وعرفوها كيف. عرفوها من خلال انه المشاركه في الكوميونتي انترفينشن، في بعض التدخلات، مثلا في حمله بتاعت توعيه صحيه برضه ممكن واحد يعرف منها كثير خبره في الصحه العامه. اللوبينج، اللوبي ديل مجموعه الضغط، مجموعه الضغط لتنفيذ سياسه صحيه معه. مثلا ايقاف التدخين في الاماكن العامه، التدخين مثلا في المطاعم او في الاماكن المغلقه. في ناس قاموا بلوبي كبير جدا، وفي لوبي بتاع مثلا الاكسرسايز علشان يدعم المسارات في المدن خاصه للناس تقدر تتريض فيها، تتمشى فيها، تجري فيها. في كثير من المدن في دول العالم وبقت في مسارات خاصه دي نتيجه لللوبي في مجموعات الضغط. الفيلد تريبس برضه في الصحه العامه، يعني احنا كنت درسنا في جامعه خرطوم ستيل عن كوميونتي ميديسن زمان، كان في رحلات وستيل لازمها موجوده، انه الطلاب يوزعون بيمشوا، في ناس بيمشوا غرب السودان، ناس بيمشوا جنوب السودان، ناس بيمشوا شرق السودان، وناس بيمشوا الشماليه شمال السودان. ذكر في السبعينات من ضمن في هذه البعثات يتوفى هذا الطلاب في هذه الفتره نتيجه لوباء كان ما عارف الايبولا ولا في السبعينات الكلام. برضه مهم الرحلات، يعني الطلبه ممكن تاخذ فكرتها في الصحه العامه من الرحلات. برضه الستدي ابرود، انه تسافر، ناس تسافر خارج البلد او خارج السودان عشان برضه يتعلموا كثير في برامج الصحه العامه، تشارك في الابحاث، مشاريع ابحاث. التطوع برضه مهم جدا في برامج الصحيه، الانتنشيب، ما يسمى بال، ما اعرف يسموها شنو بالعربي، الامتياز، ما اعرف ترجمه اللي هو التدريب، يعني فتره تدريبيه الناس تتدرب برضه في مجال الصحه العامه. والشادوين، الشادوين اوف دكتورز، دي موجوده في امريكا كثير، انه تشادو دكتور انه كطالب او كجونيور دكتور، تمشي تقعد مع طبيب تشادوه، تكون ظله، تشوفه بيعمل شنو، تلاحظ. حتى الطب في بداياته في التاريخ عندنا، الطب زمان كان بيدرسوا بالشادوين، الواحد عنده شيخ بتابع الشيخ بتاعه وظيفه الطب من حته لحته، وفي النهايه بيحصل بيجيزه في النهايه انه بده شهاده انه هو خلاص ممكن يعالج الناس. فالشادوينج ده برضه من الاكسبيرينس، الليكشرز برضه، المحاضرات من ناس متخصصين ومن ناس خبراء في مجال الصحه. نجي نشوف الببليك هيلث بروفيشنال، القوى الصحه العامه بتعمل شو؟ مهمتها شنو؟ وظيفتها شنو؟ وظيفتهم تشمل انه يبدو برامج للوقايه من الامراض المعديه والسيطره على الامراض، دي من اشغال او من شغل الناس اللي شغالين في مجال الصحه العامه، انه بيديروا برامج صحيه برضه بيعملوا لتحسين برامج الوقايه بالذات في الريسك بوبليشن، البوبليشنز المهمشه في اطراف المدن، في اطراف البلاد، دائما برضه بيحتاجوا لناس يتطوعوا يساعدوهم برضه للناس الصحه العامه، برضه او اي انسان شغال في الصحه العامه برضه يتعرفوا على السيفتي ايشوز، السلامه في الورك بليس، حتى في مجال العمل او في مناطق العمل برضه في مهم جدا السيفتي.
برضو بيقدموا خدمات من خلال ممارستهم للصحة العامة، مثلا اللي بيكون في العيادات الرعاية الصحية الأولية. برضو من أكثر الحاجات اللي بيشتغلوا فيها هو الصحة العامة، اللي هي الأبحاث البحث العلمي. زي ما قلنا، البحث العلمي مهم جدا في مجال الصحة العامة. ليه مهم؟ لأنه من خلال البحث العلمي الناس تصل لإجابة لبعض المشاكل الصحية، خاصة على مستوى السكان وعلى مستوى المجتمع. برضو من خلال البحث العلمي الواحد بيتعلم أو بيطور المهارات بتاعته في البحث العلمي، وبرضو بيطور المهنة بتاعته أو مساره المهني. يعني كل ما الواحد عمل أبحاث، يعني كثير الترقية في مجال مثلا الطب مثلا في إنجلترا، أنه في الأول بتتعين مثلا اختصاصي، وبعد ما تعمل أبحاث هتنتج كونسلتنت أو استشاري. يعني مش متجد توش طوالي استشاري من أول بداية حياتك، تبدأ باستشاري. لازم تبدأ هسه على المجلس التخصصات، بدأ برضو بيجي فيه أنه في مسار أنه تبدأ باختصاصي، نائب اخصائي، اخصائي اول، وبعد ده تبقى استشاري وهكذا. فالبحث العلمي دي الحته بتخليك تتطور في مسارك المهني والعلمي. برضو الباحث برضو يحتاج يطور نفسه، وبرضو في كثير من الدول من خلال البحث العلمي. ليه الناس تعمل بحث علمي؟ لانه بتديهم، ترفع للسالري بتاعتهم، مرتباتهم، وبيكون في امان وظيفي. لما يكون واحد باحث، في فرق بينك وبين الشخص اللي ما عنده اي بحث، بس بيأدي الوظيفه لكن اللي بيعمل بحث ده بيساعد في الترقيه بتاعته وفي مساره العلمي. ده كلام عام عن كيف نعمل بحث علمي. يعني في طرق كثيره انه نبدا ب اول حاجه نحدد، يكون عندنا سؤال في مشكله، نحدد السؤال: ليه الملاريا منتشرة؟ ليه في حميات كثيرة؟ بعد ذلك من السؤال ده نحدد الهدف للبحث بتاعنا دارين نعمله، ونقسم المشكلة دي لمشاكل بإجابات ليها، هدف عام وأهداف. ومن ضمنها بعد ما عرفنا الهدف من البحث بتاعنا، نقوم نعمل تصميم للبحث أو للمشروع البحثي. الدراسة دي هل حتكون مسح صحي؟ cross-sectional study، ده مسح صحي بتعمله مرة واحدة يومين ثلاثة، تعمل questionnaires، استبيان، توزعه وتقوم تجمع معلومات. تجميع المعلومات أو تجميع البيانات دي مرحلة برضو في عمل البحوث. بعد ما لكن الأبحاث دي أو المشروع البحثي لازم يحصل لها approval، موافقات، في ما يسمى بالإيثيكال كوميتيز، أخلاقيات البحث، في الوزارة الصحة موجودة وفي الجامعات موجودة. عشان لازم، أنت ما ممكن تمشي بس تعمل لك استبيان وتخش تجمع بيانات، لازم يكون عندك موافقة من جهة معينة عشان تعمل البحث. بعد ما جمعت بياناتك تقوم تحلل هذه البيانات وتقوم تكتبها في شكل شنو؟ تكتب ريبورت، تكتب تقرير، لأنه كتابة التقرير فيه يساعدك في مرحلة ثانية في نشر البحث بتاعك. وأنه أي إنسان أو أي شخص يعمل بحث بدون ما ينشره، بدون ما يشارك به الناس، كأنه ما عمل البحث، كأنه زي ما عمل أي بحث. لأنه أنت تعمل بحث وتجمع بيانات ولازم تكتبها تنشرها من خلال نشر في مجلة علمية أو مشاركة في مؤتمر علمي عشان الناس تعرف. وبعدين حتى المجتمع اللي أنت جمعت منه البحث، من قرية أو مدرسة، تجي تقدمها لهم في محاضرة، توريهم دي أنا المعلومات اللي جمعتها، دي المشكلة الصحية بتاعتكم ودي الحلول لها. وفي الأيام الجاية منظمة الباحثين السودانيين عندها أظن كورس في طرق البحث العلمي.
كورونا غادي تحصل لهم رسالة مسؤولية هيستمر لمدة 10 يوم ولا أسبوعين أي دون نو. فدي برضو مهم جدا الناس تشارك في حاجة زي دي عشان تقتصر يحصل صقل للمهارات في مجال البحث العلمي. مهم جدا برضو في البحث العلمي أو في المسار الوظيفي لأي شخص لازم يشوف لك منتر. المنتر ده منه؟ المنتر ده المرشد. المرشد أو الموديل بتاعك اللي بيساعدك في تخطيط حياتك العلمية أو الدراسية أو الوظيفية. فلازم واختيار المنتر أو المرشد، أي إنسان بيكون عنده مرشد طول حياته، المرشد ده بيعتمد على اهتماماتك شنو، وبيعتمد على الحافز بتاعك شنو، وده بيخليك تحدد المرشد بتاعك وبيخليك تمشي على المسار بتاعك الوظيفي أو التخصص أو تتخصص في مجال معين. إذا كان أنت في دارس في جامعة من خلال العميد بتاع الكلية أو من خلال الأساتذة في الكلية أو المرشد بتاعك في الكلية الأدفايزر أو الانترست جروب، يعني في كثير من الجامعات بتكون في مجموعات انترست بيكون عندهم رغبة في موضوع معين. يعني في ناس عندهم انترست بس في الملاريا، في ناس عندهم انترست في سرطان الثدي، مجموعات يجمعوا معلومات عنها، يعملوا أبحاث عنها. من المجموعات دي ممكن تحدد المرشد بتاعك. برضو في فرص في النتورك بتاعك في الشبكة، أي إنسان عنده شبكة من الأصدقاء، شبكة من الأسرة الأقرباء والأهل، شبكة من البروفيشنالز في مجالك المهني، دي شبكات. من هذه الشبكة أو الشبكات أنه أنت تحدد لك مرشد، والمرشد ده بساعدك في شنو؟ في عمل بحث علمي، في دراستك، في تحديد مسارك الوظيفي في حياتك. برضو تستعمل السوشيال ميديا، السوشيال نتورك. بس السوشيال نتورك قبل 20 سنة ما كان في مجال، ما كان في فيسبوك، ما كان في لينك. يعني دي حتات ممكن تحدد فيها، تتعرف على ناس خبراء، على ناس علماء أو ناس متخصصين يساعدوك في المسار بتاعك المهني أو الدراسي. نجي نشوف السودان ومجال الصحة، النظام الصحي، نحن واقفين وين؟ ده من تقرير لهيئة الصحة العالمية بيوري الرانكينج أو الدرجات النظام الصحي في الدول المختلفة. يعني أحسن نظام صحي موجود في فرنسا وإيطاليا، بالرغم من أن هذه أنظمة صحية متقدمة برضو اتضربت بالكوفيد، وبقى ما في فرق بين الناس في فرنسا ولا الناس في إيطاليا. لكن برضو مهم جدا نعرف وضعنا. السودان رقم 134 من 191، السكورينج ده عملوه كيف؟ من خلال مؤشرات صحية معينة، من ضمنها الوصول لخدمات صحية، من ضمنها الصرف يعني الميزانية. يعني مثلا احنا في السودان إذا بنصرف دولار واحد على الصحة معناها نظام صحي بتاعنا هيكون تعبان، مقارنة بدولة بتصرف 4000 دولار للشخص السنة. فمهم جدا. ومقارنة برضو أن إحنا أحسن من الناس الجيراننا في إثيوبيا وجاد وإفريقيا الوسطى وإريتريا وغيرها. نجي نشوف التحديات اللي بتواجه السودان في الصحة العامة شنو. في تحديات كثيرة وحاذكر بعضها، يعني دي بعض اللي أنا وجدتها في بعض الدراسات ومن خلال كلامي أو تحدثي مع بعض خبراء وزملاء العاملين في مجال الصحة والصحة العامة. أول حاجة في التقدم بطيء جدا في مكافحة الأمراض المعدية، وفي جاب في الداتا الانفراكشنز، يعني البيانات بتاعتنا فيها مشكلة. جمع البيانات الصحية برضو، لأنه من خلال البيانات دي ممكن
العمل برامج صحية أو تدخلية مهم جدا. دي برضو عبء من الأمراض، بقى في عبء من الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، الاثنين مشكلين عبء شديد على السودان، خاصة عندنا الأمراض المعدية زي الملاريا والنشمينة وغيرها، دي بتشكل عبء كبير، ده يعني تحدي كبير. برضو سوء التغذية، سوء التغذية وسوء التغذية بالذات المغذيات الدقيقة زي نقص اليود والأنيميا وغيره، فيتامين اي ديفيشنسي، دي كلها برضو برينيتال اوتكم، برضو مشاكل الولادات. وفي السودان عندنا مشكلة كبيرة برضو من التحديات الحالية لنا في المرحلة الحالية، اللي هي الكونفليكس، النزاعات الحاصلة والحرائق المولعة في أطراف السودان، في دارفور، في الشرق، نتيجة للتعقيدات الحاصلة. وفعلا نحن متواجهين بتحديات، عشان كده مسألة السلام حاجة أساسية، لأنه بدون سلام ما حيكون في تنمية، ما حيكون في تطور. وبالرغم من أن المحادثات جارية في جوبا، ستيل لأن الحركات متصلبة وفي تصلبات، والمحادثات يعني نتمنى أنها تمشي في خط صحيح، لأنه في النهاية المتضرر هو الإنسان العادي في أطراف دارفور، في الخرطوم، الناس متأثرة نتيجة لعدم التوصل لسلام حقيقي. يعني البعد من التعنت والبعد عن المحاصصات، يعني الناس شغالة بالمحاصصات، يعني بدل يتكلموا عن التنمية في دارفور تكلم عن المحاصصات، فدي ما هتخدم غرض كثير. فده مهم جدا، ده من تحديات كبيره جدا مواجهه الحكومه الانتقاليه. يعني الحكومه الانتقاليه فعلا مواجهه بتحدي كبير، والمجتمع السوداني كله. برضه في نقص في الكوادر الصحيه، القوى الصحيه في مناطق في السودان ما فيها اطباء، او في نقص ما فيها ممرضين في التمريض، مشكله كبيره في بعض المناطق، ما في تمريض او في عدد بسيط. أن تلقى مستشفى المفروض يكون فيه 10 اطباء، تلقى فيهم مستشفى فيه طبيب واحد، وتحصل تعقيدات زي ما حصل في بعض مناطق السودان، في دارفور وفي شرق دارفور بالذات، أنه 50 طبيب غادروا المنطقة نتيجة لاعتداء من أحد القوات النظامية على طبيب، وحصلت تعقيدات من ضمنها أدى إلى مغادرة المنطقة. ودي تعقيدات تحصل وحصلت كثير في السودان وفي مناطق مختلفة. برضو من الحاجات التحديات المهمة أنه نحتاج ل تريننج أو تدريب في مجال الصحة والصحة العامة، برامج صحية، وده حنتكلم عنها في الخطوة الجاية إن شاء الله. بالنسبة للجلوبال استراتيجي في الصحة العامة، ودي استراتيجيات عامة، منها فيها لو شفنا عدد كليات الصحة العامة في العالم حوالي 476 من كلية لديبارتمنت للصحة العامة على مستوى العالم، وتقريبا هي خمس عدد كليات الطب، يعني كليات الطب خمس أضعاف كليات الصحة العامة أو مدارس أو ديبارتمنت. 50% من هذه الديبارتمنت او الصحة العامة موجودة في اوروبا وامريكا، 29% موجودة في اسيا، 21% موجودة في افريقيا والشرق الاوسط. لو جينا نشوف الجابس او الديفيسيتس في قوى الصحة العامة، ميلني هنا مقارنة بين القوى الصحة العامة، لو لجينا لأمريكا مثلا، تلتين قوى الصحة العاملة أو الناس العاملين مجال الصحة العامة موجودة في أمريكا وفي بريطانيا، لا أقصد يوروب، أوروبا، أمريكا وأوروبا. في نفس الوقت الإبعاد بتاع الأمراض أو الصحة أو المشاكل الصحية هي 20% من المشاكل الصحية في العالم. لو قارنا بين افريقيا، في افريقيا والشرق الاوسط
عندنا قوة صحية العاملة في الصحة أقل من 10% في العالم. في نفس الوقت إفريقيا والشرق الأوسط مواجهين بالربع الصحي مشاكل صحية بنسبة 33%. هنشوف المقارنة دي أنه فعلا في مشكلة عندنا هنا في إفريقيا. دي من محور أخير هتكلم عن المبادرة الصحة العامة اللي هو مبادرة الشراكة بين جامعة ييل الأمريكية اللي هي كلية الصحة العامة في ييل مع الجامعات السودانية تشمل جامعة الخرطوم، جامعة الجزيرة، جامعة النيلين، جامعة الأحفاد ووزارة الصحة الاتحادية ممثلة في معهد الصحة العامة. ودي بدأت بمبادرة أو مقترح في أنه يكون في شراكة فعالة شراكة فعالة بين اللي هو الكليات الصحية أو الجامعات في أمريكا وفي السودان. وهذه الشراكة بتركز على الـ Applied Public Health، يعني تركيزها على علم الصحة التطبيقي خاصة مثلا الوبائيات، ودي مهمة جدا، وخاصة Implementation Science اللي هو استعمال التدخلات في الممارسة الطبية أو الممارسة الصحية. ومن ضمنها من خلال هذه الشراكة سوف يتم تدريب الفاكولتي اللي هو الأساتذة في مجال الصحة العامة. ده كومبوننت مهم، والهدف العام زي ما قلنا تقوية تعليم الصحة العامة في السودان من خلال شراكة بين الجامعات السودانية والجامعات الأمريكية. ومن خلال هذه الشراكة سوف يتم عمل طرق مبدعة في التدريس وبتركيز على التطبيق يعني. وبدت هذه الشراكة من خلال ورشة عمل في كلية الطب جامعة الخرطوم، حضرها حوالي 4 جامعات زي ما ذكرتها، بالإضافة إلى وزارة الصحة الفيدرالية. تمت الورشة في هذه، من خلالها تمت هذه الشراكة. ومن خلال برضو اجتماع في جامعة الجزيرة برضو تمت فيها دراسة هذه الشراكة لتطوير الدراسات في الصحة العامة. ومن خلال اجتماعات في مكتب وزير التعليم العالي ومقابلة مستشارين وزارة التعليم العالي البروفيسور زين كرار مستشار التعليم الطبي، وبروفيسور أحمد الفحل مستشار البحث العلمي في وزارة التعليم العالي. تم لقاء مع وفد جامعة ييل الأمريكية يضم اللي هو العميد الكلية ونائب العميد بروفيسور ستين بروفيسور مير، ده الدين عميد ستين فيرمونت مع بروفيسور الفحل في علم. بالنسبة للكواليفايد بابليك هيلث ورك فورس اللي هو عشان يكون عندنا كفاءة بالقوة الصحة العامة العاملة، أنه بتحتاج أول حاجة تدريب جيد من خلال برضو تدريب الفاكولتي اللي هو الأساتذة المسؤولين من البرامج الصحة العامة، من خلال الشراكة مع المجتمع والجهات المعنية للصحة العامة، ويكون في انتر انستتيوشنال كولابوريشن، يكون في تعاون بين الجهات أو الجامعات المختلفة. يعني هسه ديك البداية بدينا ب4 جامعات مع وزارة الصحة، وبعد ذاك الامتداد حيكون للجامعات. يعني المشروع ده هو مشروع بتاع 5 سنين، في نهايته هيكون في السنة الثالثة ولا الرابعة برضو
الشراكة مع الجامعات في مناطق النزاع كخطوة للسلام، مناطق النزاع اللي هو في شرق السودان وفي غرب السودان، دي مناطق النزاع الحالية اللي عندنا، بيكون برضو في شراكة مهمة جدا، الشراكة مع الوزارات المعنية، بالذات وزارة الصحة برضو لها علاقة كبيرة في التدريب، خاصة في مجال التدريب التطبيقي في مجال الصحة العامة، والimplementation science اللي هو قلنا ده برضو علم جديد في مجال الصحة العامة، أنه استعمال التدخلات الصحية في الممارسة الطبية أو الممارسة الصحية. كخلاصة نقول أنه ليه اهتمامنا بالصحة العامة في هذه الفترة بالذات وفي هذا القرن في السودان بالذات، لأنه السودان معرض لتحديات زي ما أنا ذكرتها كثير كثيرة جدا، وفي فرص للتدريب للتعلم في مجال الصحة العامة لكل الطلاب أو لكل الناس اللي عندهم رغبة يدرسوا الصحة العامة. ومجال الصحة العامة أهميته أنه بيحسن الصحة العامة زي ما قلنا. برضو في المبادرات دي انه بيكون في تقويه الناس اللي عاملين في مجال او قوى الصحه العامه مهمه جدا بتقديم برامج صحيه مهمه جدا، ودائما يكون في انجيجمنت، يكون في تشارك او شراكه بين الجهات المعنيه الستيك هولدرز المهمه جدا، ودائما تو ترانسليت براكتس، يعني كل ما درس ده في الامبلمنتيشن انه نحوله لبراكتس لممارسه لسياسه، عشان في اي جاب او في اي مشاكل صحيه دي برضه نقدر من خلال التدريب ومن خلال تطوير الدراسات في الصحه العامه دي مهمه جدا، لانه المجال ده مهم جدا برضه عشان شنو نصل للهدف بتاعنا في التنميه المستدامه الاس دي جي 3. الاس دي جي 3 ده التنميه المستدامه الهدف رقم 3، ده بيختص بالصحه وخاصه في الدول اللي هو الدول الناميه، فده مهم جدا جدا لترانسليت الصحه العامه. فده ملخص كلامي، لانه برضه في النهايه الجول بتاعنا وهدفنا انه يكون عندنا ناس فعالين، يعني هو الصحه العامه فعاله نتيجة للتدريب، ودي مهمة جدا عشان نصل للأهداف بتاعتنا، أهداف التنمية المستدامة وأهداف اللي هو اليو اس سي اللي هو التغطية الصحية الشاملة Universal Health Coverage. ده أنا قلت لكم أنه ده شنو، ده هدف استراتيجي الآن الصحة العالمية وكثير من الدول شغالة فيه، وعندنا في السودان برضه شغالة، عشان كده البارتنرشيب الشراكة بين وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة التعليم العالي مهمة جدا لتطوير الصحة العامة، وبرضو الشراكة مع الكوميونتي مع كل الجهات المعنية برضو مهم جدا في تطوير الصحة العامة والانتر ديسيبلينري، يعني التبادل أو التكامل مهم جدا. ففي النهاية أنا بطلب منكم يعني من الناس المشاركين أنه هل فكروا يعني في الصحة العامة مفهوم عليهم شنو؟ هل في awareness يعني بمفهوم الصحة العامة والمسار الوظيفي في الصحة العامة؟ هل حصل واحد منكم استفاد من خدمة في الصحة العامة؟ وكل واحد مننا دار يعرف ما هي المشاكل الصحية في المجتمع بتاعك أنت العايش فيه. الآن أنا أفتح المجال للأسئلة، وفي أي أسئلة فيما يختص بالمحاضرة دي، وأشكر منظمة الباحثين السودانيين وخاصة الدكتور أنور دفع الله وكل المشاركين في هذه المحاضرة، شكرا جزيلا لكم بحضوركم، وكذلك أود أنه الناس تحاول تنشر، يعني في ما يسمى بالنولج ترانسفير از فيري امبورتنت،
يعني انت مش تسمع محاضرة وتخليها عندك، زي ما قبل قلت في حكاية البحث، تعمل جمع بيانات وتخليها عندك كأنك ما عملت. تسمع محاضرة لازم تحاول المعلومات تستفيد منها الناس اللي حولك، حتى على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع اللي حولك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروف، كان يعني very informative PowerPoint, very informative lecture. ويعني الحاجة اللي كانت which is very interesting إنه نحن غطينا الفروع بتاعت الـ public health نفسها، يعني دي كانت حاجة افتكر الناس كلهم بيسألوا عنها. يعني لما تكلمنا مثلا عن الـ public health policies والـ global health، لما تكلمنا عن الـ environmental، يعني التخصصات نفسها بتاعت الـ public health كعلم هو نفسه عنده تخصصات. أنا بس يا دكتور كنت دار أسأل من حاجتين، لأنه يعني في السودان الناس كلها بتكون يعني مثلا بين انه النظره للبابليك هيلث كانه نحن يا هو مثلا حاجه عندها ريليتد للانفايرمنت، مثلا عمليات الاصحاح بتاع البيئه، الفايتنج بتاع الملاريا والامراض النون كوميونيكابل، وبين لما نجي نتكلم عن الانترفير بتاع البابليك هيلث في الهيلث سيستم نفسه، يعني مثلا السترينثنينج بتاع الهيلث سيستم اللاين بتاع الجلوبال هيلث. ف يعني مثلا ده بنلقاه ماشي على مانجيريال سكيلز اكتر، فلو اتكلمت لنا في الحتة دي مثلا ويعني كده وضحنا الفروقات بيناتها ممكن برضو يكون كويس. أو المجالات يعني مثلا الـ added value بتاعت الـ public health في الموضوع بتاع الـ health system نفسه. فأنا زي ما قلت أنه قبل أنه الـ public health له added value لكل المجالات ولكل التخصصات ولكل المهن. يعني حتى ضربت مثل بالتخصصات في مجال الطب، وضربت مثلا في التخصصات المهنيه الثانيه، مجال الصيدله، الاسنان. عشان كده في ادد فاليو للصحه العامه، لانه اي انسان اخذ او تدرب او اخذ خبره في مجال الصحه العامه بتفيده في مجاله، ودي مهمه لتطوير او لدعم النظام الصحي، لانه في عمليه تكامل. في عندنا مشاكل صحية بيئية، عندنا مشاكل رعاية صحية، عندنا مشاكل مجتمعية، فلازم يكون في تكامل. الصحة العامة بتربط كل الحاجات دي، بتربط النظام الصحي بالمجتمع، بالخدمات الصحية، بالناس اللي عاملين المجال الصحي، فلازم في تكامل. أنا أفتكر الصحة العامة يعتبر كرابط، بالرغم أنه في ضبابية شديدة مفهوم الصحة العامة. في ناس بيفتكرها ما حاجة مهمة، أنا الصحة فيها ودي الناس مهمين، ويعني حتى الحوافز ما قال الحوافز وما في اهتمام بهم. وحس ما شفنا في العالم أنه المشاكل كلها مبنية على الصحة العامة، زي ما حصل في الكوفيد. فلازم الدولة تهتم بالصحة العامة، كلنا نهتم بالصحة العامة. تمام. معانا في مشاركة من دكتور آدم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا دكتور آدم، تفضل. نشكرك بروف إبراهيم على المحاضرة القيمة، وصراحة يعني وضعتنا في حقائق كثيرة، يعني يمكن نحن في المجال لكن كانت غايبة علينا، خاصة فيما يتعلق باللي هو تاريخ الصحة العامة في السودان والمسميات القديمة في السودان. أنا عندي نقطتين عاوز أسأل منهم البروف. الأولى فيما يتعلق بالتسميات للكليات الموجودة في السودان، فمثلاً بنجد كلية الصحة، صحة الخرطوم اللي هي الصحة العامة وصحة البيئة، أو هي كما كانت تسمى في السابق تقريباً مدرسة صحة البيئة في السابق، وبنجد في كليات تانية بتحمل مسمى الصحة العامة في يعني في السودان، في حين انه كل التخصصات الموجوده داخل الكليات دي هي يعني متشاركين في التخصصات، نلقى انهم تخصصاتهم صحه وسلامه الغذاء، الصحه العامه، الوبائيات، التصغيف الصحي، هي نفس التسميات في التخصصات الدقيقه. فهل دي عنده يعني مردود او عنده اثر في التسميه بتاعت تسميه الكليات او في تصنيف الكليات بعدين لما نتكلم عن التصنيف؟ ده واحد. الحاجة الثانية دار أسأل منها اللي هو التداخلات اللي بتحصل ما بين الصحة العامة والمجالات الثانية، مثلا مجالات الهندسة،
اذا جينا تكلمنا عن صحه البيئه بنلقى انه كل ما نمشي في المجال اكثر بنلقى في تداخل ما بين الشؤون الهندسيه مع صحه البيئه، خاصه فيما يتعلق ب صحه وسلامه المياه، اداره النفايات، الحاجات دي. الشيء الثاني برضو فيما يتداخل مع الهندسه اللي هو المجال بتاع الصحه المهنيه او صحه والسلامه المهنيه، برضو بنجد انه لو مشينا في المجال اكثر بنلقى هناك برضو تداخل ما بين المجالين. فيا ولو تكرمت يا بروف يعني بس اضع علينا الاطار العام او الحدود للمجالات دي يعني. وشكرا جزيلا على المحاضره القيمه. فعلا بالنسبه للمسميات مشكله مش في السودان بس، في دول كثيره يعني في الصحه العامه، في طب المجتمع، في الطب الوقائي، دي كلها مسميات، في الرعايه الصحيه، ودي كلها مسميات ووجدت تداخلات. عشان كده الناس رجعوا لمفهوم الصحه العامه، بس المسمى الصحه العامه. هسه في امريكا كل الكليات مسميه الصحه العامه، كليه الصحه العامه او مدرسه الصحه العامه، سكول اوف بابليك هيلث اور ديبارتمنت اوف بابليك هيلث، موجوده في الميديكال سكول. بدل بعد ذلك بتجي من داخلها بكون في المسارات المختلفه او السب سبيشاليتيز للصحه العامه. ففعلا دي خلق مشكله، حكايه المسميات، لازم الناس تتفق على المسميات دي. يعني مثلا عندنا هنا في السعوديه كان في المجلس التخصصات في مسمى طب المجتمع. ففي النهايه برضه وصلوا لانه المسمى ده ما يكفي، تغير الان الى البرنامج يسموه الطب الوقائي والصحه العامه، عشان كده يشمل كلهم. عشان كده موضوع المسميات دي دايره دراسه، وناس تقعد تجلس مع بعض في ورشه عمل تحدد تتفق على مسمى معين. بالنسبه للتداخلات برضه موجوده زي ما قلنا، الصحه العامه تداخلاتها مش في الهندسه، حتى في القانون، في كثير من المهن او العلوم في تداخل للصحه العامه. ومهم جدا انه يعني حتى في تخصصات مثلا الهندسه الصحيه يكون تخصص برضه فيها جزء بيدرسوا الصحه العامه او يدرسوا حاجه على لها علاقه بالصحه العامه. برضو احنا في صحه البيئه درسنا حاجات هندسيه وحتى حاجات عمليه، زرنا المناطق بتاعه تنقيه المياه، مناطق الصرف الصحي، طلب يعني نوع من التدريب. عشان كده التدريب العملي والتطبيق مهم جدا، يعني ما تكون دراسه الصحه العامه دراسه نظريه. في ناس بس بدو كورسات خلاص انتهى الموضوع، محاضره خلال سنه ياخذ لك شهاده. عشان كده في فرق، في ماستر اوف بابليك هيلث ام بي اتش، في ماستر اوف ساينس ان بابليك. فالام بي اتش هي بروفيشنال، هي مهنيه اكثر من ديك انا اكاديميه. فالناس برضو ينظروا للناحيه دي برضو. شكرا جزيلا. لو في اي زول عنده سؤال، الناس اللي معانا ممكن just you can raise your hand. طيب في معانا دكتورة ندى. اوكي. لو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة، اهلا وسهلا. اوكي جست ده عاوز اسأل البروف انه كيف الواحد يلقى internship في البلاد العربية، يعني في المجال بتاع الهيلث، البابليك هيلث او جلوبال هيلث. الانترنشيب في خلال المنظمات او من خلال فالديفنس على الانستتيوشن، الجهات يعني اللي اتفق مع ديبارتمنتس، مع جامعه معينه، وكل دول عندها اوضاع معينه وفي محددات معينه. يعني انا مثلا انترنشيب جاني واحد من جامعه اموري في امريكا، شغال في السعوديه، فجا قضى معانا شهر في كلية طب جامعة جيزان، عمل دراسة دي انتنشن.
في ناس برضو جو من أمريكا في مستشفى الحرس الوطني برضو. ففي فرص زمان عندنا برضو نظام وهسه موجود اللي هو التبادل، في برامج التبادل الطلابي، في روابط الطلاب، روابط طلاب الطب، روابط طلابية كثيرة من خلالها أنه باتصالات أنه الواحد ممكن يلقى إنتاج، يعني باتصالات شخصية أو من خلال في برضو الرابطة كلية الطب الأمريكية فيها جزء خاص بالطلاب، وفي رابطة عالمية برضو دي بتساعد في الانترنشيب في دول مختلفة. فتعمل سيرش في جوجل عشان تتعرف على المنظمات دي وتشوف الأوبورتينيتيز وين الفرص الموجودة وين. طيب دكتور، لو تدي نصيحة للناس اللي هم يا دوب ستارتين الكارير حقهم في البوبليك هيلث، تكون شنو نصيحة لهم؟ people who are seeking يمشوا في اللاين حق البوبليك هيلث في السودان. بالنسبة للناس اللي في البوبليك هيلث، المهم جدا دائما في أي مجال البروفيشنال ديفلوبمنت، التطوير الذاتي للشخص مهم جدا من خلال غير الأبحاث، القراءة، من خلال حضور دورات تدريبية، مهم جدا عشان الواحد يطور نفسه. يعني هسه الحكاية بقت افيلبل في كورسات ثرو الإنترنت، الصحة العالمية عندها برامج، في جامعات كثيرة، هارفارد وغيره، ففي مجالات فالواحد يطور نفسه عشان يشغل. وفي نفس الوقت كمان لو حدد حته معينه، يعني في الابيديميولوجي على حسب المسار بتاعك، حتى في الابيديميولوجي برضه في سب سبيشالست تاخذ مجال معين، وانت تضمن يعني تشغل مهارتك في حته معينه تبتدي قوه اكثر. ومهم جدا انه برضه زي ما قلت البحث العلمي مهم جدا، ده التطوير لازم الواحد يعمل الأبحاث، يكون جزء من جروبات، يشارك في مشاريع، مهم جدا. يعني تطوير ذاتي من خلال تدريب ذاتي، مؤتمرات، ورشات وغيره. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور، يعني كانت يعني much appreciated، كانت very informative، very useful lecture. وإن شاء الله يكون يعني ما آخر لكشر لك معانا، يعني إن شاء الله الناس ترتب لي سيريز بتاعت لكشرز تانية ممكن الناس to go deep أكتر، وإن شاء الله في تلاقى تاني في ويبينارز تانية. شكرا جزيلا، وإن شاء الله إذا ممكن أنا من خلال الزملاء في مجال البوبليك هيلث والخبراء ممكن تتعمل سيريز كل مره واحد يتكلم عن one of the tracks، واحد يتكلم عن epidemiology، واحد يتكلم عن environmental health وكذا. انا ممكن اشوف عدد من الزملاء يشاركوا، انا برضو ممكن اشارك في برضو في نمشي in depth يعني لكل المسارات. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لكل الناس اللي تابعونا في الفيسبوك او اللي كانوا معانا في الزوم. شكرا. مع السلامة. شكرا.